تعالوا تعالوا يا قصة بحراوي. قصة اليوم تحدي بين سهل وبين بحراوي. خلاص تحدي عندك فرصة يا كابتن، تحدي عندك فرصة تخش فريقي بس ما تبغى. يلا خلينا نشوف الدول ايش مطلع. بسم الله يلا ما شاء الله شكله كذا فارس صح؟ ها؟ فارس؟ والله ما ادري الحين اشوفه شكله شريفي؟ تفكر بالغداء صح؟ ايه طبعا انا اول شيء بطني يا كابتن. اول شيء بطني يا كابتن. انتبه انه سبته يسوي ريليز ده يا ايه صحيح انا عارف حركاته. والله عاش الدولي ما شاء الله عاش سهولي. تعال تعال بحراوي تبغى فايت؟ انا عندي سمعه ما اقدر اطلع شيء صغير زي كذا. تعال تعال والله شكله اصغر شيء في الحياه. لا لا شكله شريفه مع بطنه. نصورك. لا لا صغير كيف؟ كيف ايش جابك؟ 90؟ شوف ولي مريم الله. ما شاء الله تبارك الله. لا يا شيخ مقفل على امك انت. لا والله ماني مقفل بس احس الجمره ما احس احس مبلع. جيب لك هو ما عليك دولي. والله دولي راحت علينا الله الحمد لله. قطع قطع من فين قطع؟ طلع لي قطعوا اسنانه ولا ها؟ ايوه اسنانه. هذا حق الفرن بس عشان بحراوي. ما في حق الثلاجة بسوي فرن. تعلم بحراوي. شوف 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 كيف. اسمع تعلم سكوت منه. شوف هذا اللي ما تتعلم. حق الفارس. صبع الفارس؟ بس الفارس يعني شريف حق الوصل. وسط المويه يعني. هذا المشوي هذا يا حلو حلو. تعال طلعت من عينها. والله استراحه كمان مع الوحش سهولي. دولي تعال تعال بحراوي تبغى. يا فارس الصراحه اكبر من جلدك. وريه 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 الريم والشغل حقك يا كابتن. وهذا اللي نفهمه ترى مو من عينه يا كابتن. فهذا انا محسوب. هذا انا محسوب. هذا ينحسب. هذاك الثاني يعني طلع في الغلط. هذا بياكل. حبيبي يا دغري كبير انا اكثر بعدك. الله يعينك يا كابتن. لا من حقك انت بس ما اقول لك شيء. طيب انا اديك الجقه حقتي عشان يعني عشان اثبت لك انه مو هالجقه. لا تبان انه كلمني امس لعيب. الله بحراوي ترى يمكن ترى يسوي لك مفاجاه كذا بعدين ايش تستغرب تقول يا ويلي ايش استوى هذي تروح عليك الليله كلها. اسمع ولا شفتها انا اصورها في كل زاويه. كل جزء من الصوره صارت يعني يسكت يعني ما في فايده. والله لو تجيب دقه 30 كيلو حيسمعوا لك. اللهم طولك يا روح. الجقه اطول منها والله. سمك ولا سمك مالك عزل يا بحر. والله جيب ابو نقطه ونحسبه لك. لا علمه عادي لا يستحي مننا. بحراوي ايش لا يستحي مننا عادي سكيف حلو يعني. والله شكله لسه ما شبعت يا بحراوي الا اللي تبغى اكل. ارحمنا يا ناس. واحد عالمي في المانيا سواها فاهم.
يجي هو يغيرها. المشكلة لو انت صح لا ضرب معاك يا اخي. البوبر خلاص في شيء تشغل حقك. بوها 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 دي بوها. يا رب ما شاء الله. قفل عليه سهل قفل لا يروز مرة لا يروز. ما شاء الله عليك يا سهل ما شاء الله. تعال تعال يا فيلسوف. دحين ما صدق والله شبكك الحين يا بهراوي ما صدق تبغى تسحب حق الدول اساعدك ولا ايش؟ قول لي اساعدك تعال انت انت بس حق الوجره تعال تعال تعرف ايش هي دي ولا ما تعرف؟ على حسب تبغى لا لا فريس فريس انا ما ابغى صراحه تبغون انتم ارفع من الروبر نفسه خلاص ولا ترابل هو اللي قرب قرب لا لا يا عمي ايش ترابل سنجل ان شاء الله حلو حلو ما شاء الله ايش الحركات هذه يا سهل بالله اعطيني كلمه كذا دولي ما شاء الله تبارك الله حلو شوف الحجم يا كابتن والله حجم حلو ما شاء الله والله مربرب ما شاء الله ها بس سمين. السؤال بس السؤال هذا ايش كانوا بيقول عني؟ ها؟ يقول انه انت ليش تركت 70 كيلو على الفيلسوف فيلسوف فيلسوف فين يا اخي؟ شوف 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 تطلع بسهوله عشان تعرف انه يعني انه يعني مو بالغلط يعني ابى اقول لك شيء هلا الثلاجه امها الثلاجه ليه حطها في الثلاجه؟ هذا حق جنب زي اديك فرصه تطلعها طيب سمينه ما شاء الله تبارك الله هذه يلا يلا يا سهول يعطيك العافيه شكرا هو الريش حق الصلاه على النبي ما شاء الله تبارك الله سهولي حلو ها؟ طيب فاك دراج ولا تمام؟ كويس يلا الصلاة على النبي حمد زهراوي ما شاء الله ايش توقعاتك؟ توقعاتي قصر لو جيتي تعرف ان البحر 40 متر ترى ضرب ضرب بين المويتين يمكن ضرب على 14 متر تقريبا 15 متر ممكن اي شيء ولا ها؟ اي شيء ممكن يكون اي شيء شيء عايد المهم ما يكون عقاب والله ما احنا ناقصين بعد نطلع اللي فاته شال علينا احلى الور صراحه طب حاجه حلوه كذا حاجه مرتبه كذا ان شاء الله اصور شيء بس بالعرض شكله جيد ترى مو قاعد يحاول والله ثقيل بس قرب ها براك اللي براك اصبر والله براك ترى تكفى ابو نوري انا بدلعك تعال يا جاك لا لا دقيقه تعال يا شيخ ابغى اتكلم معك تعال اتكلم معك ابغى اتكلم معك شوف شوف حلو حلو الصلاه على النبي اوف ما شاء الله تبارك الله ايش الاحجام الحلوه هذه طلع النبي ما شاء الله تبارك الله استاهل اي خلي البهارة تنفعك ها خلي البهارة تنفعك والله ما شاء الله تبارك الله حجم حلو بالله يا اصحاب حجم 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 الشيمي والشغل اللي عليك طبعا الشريف افضل يعني حقك بس يلا الحمد لله يا اخي والله انت متواضع ما تقول له الشريف احسن الشريف حق افضل طبعا شنو تقول هو امريكي شوف الدم هنا ترى تعرف ترى كلها والله مو بس تقول ما هو صحيح هو صلاح النبي ما شاء الله شوف على حلو حلو هذا حلو يا صغير ها صغير تعود على الحلو ايوه سهل ما شاء الله ايش قلت؟ شريف اليوم ايش لا؟ شيء اب لا يا ولد فكت اوه سكت؟ شايف يا ابنك دولي؟
شايفنا؟ الدوري ترى ما يضيعها. لا 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 العين ها؟ ايوه العين وحشة اخي الدوري ما يضيعها. ما يضيعها الدوري بس. والله بعيد وتحلى مواعيد وارمي جميل. احنا ناشفين اليوم كله. ما صدقنا تفك شوية. بسم الله يلا؟ يلا بسم الله. شريفي والله شريفي. شريفي وحش وحش شريفي دولي. شريفي من الغربية الإقليمية جاي ذا. تفكر أي شيء يعني يا كابتن؟ أوه شريفي والله شريفي بس حجم ما شاء الله هذا ما شاء الله عليك والله مبشرين ما شاء الله أخي أنا طيب والله إيش رأيك بحرامي بالله؟ حلو. انا صدع عشانكم ترى بالنسبه له طيب اقول لك شيء انتبه بس الدراك حقي اكلها انتبه انتبه الدراك حقي احشى زهوز ما اعرف فين ضرب يمكن كان ضرب من اول ترى وانا ماني داري نزله ايوه هو بيطول هذا وحش ما شاء الله ايوه ما شاء الله تعال تعال تبغاي بحراك؟ لا بساعدك والله بوجه لو ليش؟ بروح تمسك وجه انت؟ ايوه ايوه هذا نحن مدليس مدليس هنا والله ما ادري ايش سوى صراحه شيء غريب صح؟ ان شاء الله يكون او همبرجر شرقي ان شاء الله 90 هم 90 شفت اول كم كم؟ 180 190 ما شاء الله دحين كم؟ يكون خيطك هذا يا بحلال والله بحاول ابعد عنك امزح معك والله ممكن تصدق ها؟ الدرج هذا كله اخرته خيط بحراوي 87 ضرب معك دقي ضرب شفت ضرب على ايش؟ ها؟ انت نزلت وبيد وصل 90 وضرب عليك لا هو كان اظن ضارب من اول والله ما ادري مو هو داقي عجل والله حجم حجم دولي انت تسوى اسمعك كيف اسمعك؟ دقيقة خيطك معايا والله حلو حلو بس خليني اثبت هذا ما شاء الله تبارك الله عاش الدولي مشينا هو عاش بحراوي صراع النبي ما شاء الله كل شوية تقول؟ بسم الله تقرب الخيط على هذا تمام تاج وجل ولا ما يحتاج؟ شكله مو بصيف لا لا من النص والله ها؟ من النص مو من تحت خلي الوجل عندك يا رب بالله بصباعك زي المارلين نسوي ما عليك زي حق المارلين يا كابتن ما عليك يقول له عن امك فكت لا يا شيخ والله فكت عم بعد كل اللي انت مسوي فيها ان عندك سمكه اصلا الله يسامحك يا شيخ والله حرام قهر 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 كمل كمل شوف يمكن قطعت عليك شوف بس فين فكت شوف وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم لا تنسى تتابعني على مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات انستغرام ارسل المقطع هذا لأصحابك اللي يحبون البحر ونشوفكم ان شاء الله في رحلات ثانية في امان الله مع السلامة